أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المؤمن دائما حجته ودليله أقوى من حجة الكافر ودليله. مهما كان الكافر قوي الحجة ومهما كان الكافر متنوع العقيدة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني من المستحيل أن يأتي يوم الكافر حجته أقوى من حجة المؤمن. لا فرق بين الكافر الشرقي أو كافر الغربي أو كافر الجنوبي أو كافر الشمالي أو أي لون من لون الكفر. ومثله واضح، هذا المصباح، مصباح منير عدده 3. واحد يجي قال 5، واحد يجي قال 7، واحد يجي قال 2، واحد يجي قال 1، واحد يجي قال هذا مو منير، واحد يجي قال هذا طويل. وإنما واقعه مصابيح منيرة عددها 3. انتهوا كل شيء. بس هذا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ليس معناه أن كل واحد مؤمن حمال ولا يفهم وغير مثقف يتمكن أن يحاجج كل كافر قوي الحجة عليم اللسان قوي المنطق. لا، هذا مو معنى. هذا معناه أن الواقع أن المؤمن حجته أقوى من حجة الكافر، ولا يتمكن كافر أن يحاج مؤمنا فالكافر يغلب على هذا المؤمن إذا كان المؤمن مثقف فاهم. مستحيل. هذا بالنسبة إلى الحجة، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم هناك شيء آخر، إذا المؤمنون ترجموا ثقافتهم إلى واقع الخارج أيضا خارجهم وحياتهم تكون أقوى من حياة الكافرين إذا ترجموها. إذا ما ترجموها فقط النظرية، النظرية أقوى. يعني شنو؟ يعني مهندسان، مهندس خريج من أفرض أكبر الجامعات الهندسية العالمية ومهندس عادي عنده شهادة ثانوية، هذا المهندس الخريج أقوى خريطة وتصميما وتشكيلا من المهندس الذي ليست له خريطة بتلك المثابة وليست له ثقافة ذلك المرتفع. هذا في النهج النظري. إذا المهندسان كلاهما صمما بنايتين، من الطبيعي أن المهندس الخريج أقوى تصميما من المهندس غير الخريج. لكن إذا المهندس الخريج لم يبن بناء والمهندس غير الخريج بنى البناء، من الواضح أن الناس يشوفونه هذا عد بناء ذاك ما عد بناء. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بالنسبة إلى الحجة والمنطق والدليل والبرهان، دائما المؤمن أقوى من كافر. ولذا ماكو في تاريخ أبدا أن مؤمنا قويا وكافرا قويا تحاجى والكافر غلب على المؤمن. ماكو في التاريخ أبدا. أنتوا دوروا كل الكتب، ماكو هذا الشيء. بالنسبة إلى الحجة هكذا. أما بالنسبة إلى التصميم والخارجية، المؤمنون إذا عملوا حرية، ثقافة، مالا، حكومة، قوة، جيشا، سلاحا، طائرة، دبابة، كل شيء أحسن، لأن هم يأخذون عن فكرة أحسن. أما إذا ما عملوا، ذاك عدى سيارة مطعطعة من سكراب، وانت تتمكن تصنع سيارة احسن سيارة وما صنعت، بطبيعة الحول هو عنده سيارة انت ما عندك سيارة. انت تمكنت ان تبني اجمل البيوت وما بنيت، وهو تمكن ان يبني اسوأ البيوت وبنى، طبيعي هو مقدم عليه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مرحلتان، مرحلة الفكر والبرهان، دائما المؤمن اقوى. مرحلة التطبيق والعمل، إذا المؤمن طبق وهو طبق هذا أحسن. يعني إذا كان عندنا الآن دولة إسلامية يطبق فيها الإسلام بحذافيرها،
الحرية الإسلامية، الاقتصاد الإسلامي، السياسة الإسلامية، الثقافة الإسلامية، التربية الإسلامية، وعلى كل النواحي. هذه كانت مدينة لا تضاهيها لا موسكو لا لندن لا واشنطن لا بون لا طوكيو لا أي مدينة في العالم. إذا كان من الطبيعي إذا ما قوة ما عندك سيارة من هنا تروح لها مكة تركب الحمار. ولن يجعل الله مع الأسف المؤمنين مو في فكر بناء، في فكر نظرية فقط. المسجد نظرية، والمنبر نظرية، والكتاب نظرية، والحسينية نظرية، والخطيب نظرية، والذي نتكلم نظرية، أما التطبيق أين؟ موقف نظرية بلا تطبيق. الصدق حسن لكن روح في السوق أكو صدق. الأمانة حسنة روح في السوق أكو أمانة. الحريات الإسلامية كذا وكذا لكن اذهب إلى البلاد الإسلامية أكو حريات. الثقافة الإسلامية كذا وكذا اذهب إلى البلاد شوف أكو ثقافات إسلامية. وعلى هذا المعدل بناء ماكو. وهذا هو الشيء الذي سبب هروب الناس عن الإسلام، لأن شافوا بناء ماكو بس نظريات أكو. صح نظريات موجودة. ولن يجعل الله، في الحقيقة أنا أقول لكم من الآن إلى إن شاء الله تعمرون 50 سنة 60 سنة أكثر أقل، أي يوم وجدتم أي كافر يتمكن من التغلب على أي مؤمن مثقف. ما عندنا هذا الشيء. من الممكن أنه مثلا في الكويت ماكو هالشكل مؤمن مثقف مثلا، لكن في العراق ماكو، في مصر ماكو، في إيران ماكو، في الهند ماكو، في باكستان ماكو. ماكو هذا الشيء ماكو. فرد مرة كانت عندنا مجلة في كربلاء، جماعة من أهل العلم وأنا عضو فيهم أيضا، كانت مجلة أجوبة المسائل الدينية. هذه أعلنت استعدادها عن أي سؤال ديني، وصدرت إلى تقريبا ما أدري 50 عدد 100 عدد، فرد عدد كبير صدرت من شهرية كانت. الحقيقة ما كانت سؤال، بينما الأسئلة كانت تأتي المجلة من مختلف الطوائف والأفكار. حتى في الكويت كانت لها مشتركين، في الكويت، في إيران، في السعودية، في الخليج، في غير الخليج. فالسؤال يأتي ولا يتمكن الهيئة القائمة ومن وراءهم، لأنه من الممكن سؤال يأتي ونحن ما كنا نتمكن من الجواب، كنا نعرفه على العلماء هم يجاوبون، ثم يرد ماكو هذا الشيء. تجربة عملية رأيناها نحن، غير التجارب الشخصية اللي جربناها. من التجارب الشخصية في أيام الشيوعيين في العراق، لأن في العراق على قول شعب الزهرة الله يرحمه، في كل يوم لنا في الأرض واعية تطبق الدور والأرجاء والسككة. البلاد الإسلامية كل يوم فردلون. في أيام هؤلاء وهؤلاء 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 وعشرين لون الذي صارت، كثير من المثقفين كانوا يجون عندنا يبحثون، سواء أنا وأصدقاء آخرين مو خاصا إلي، سواء في النجف، في كربلاء، في كاظمية، في سامراء، في بغداد. وأي واحد منهم على قوتهم واستعدادهم والإرهاب التي كانت تساندهم، يعني الإنسان يخاف من الإرهاب، هذا شيء واضح، ما تمكنوا يدحضوا حجة عالم أبدا، وكان ما وراءهم من كان. فرد مرة جاني من جملة القصص، وهذه القصة ذكرتها في مباحثات مع الشيوعيين بتفصيلها والآن أوجزها. جاني من بغداد فرد واحد مثقف شيوعي، كل شيء كان مثقف وكل شيء متكبر، لأن الشيوعيين من طبيعتهم أنهم يطلعون متكبرين. متكبر شو معنى؟ الإمام أمير المؤمنين يقول أوله نطفة نذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل في بطنه العذرة. هذا الإنسان هذا. فإذا وجدتم إنسان متكبر ما يسلم ما يحترم الناس ما يقوم للناس ما أدري كذا، ورحت إلى موظف شفت هو الشكل قاعد عبوسا قنطريرا كأنه ساقط من السماء، أحمق محفوظ، يعني شنو يعني أدم منصب راقي. جعل يوم تكبر وقصة طويلة، ما علينا بالقصة الطويلة العريضة، وإنما أخذ قسم من القصة. فهي بالقوة هم جابوا، ما كان يريد يجي، لأنه يتصور هو مربوط بالله وابن الله. ابن الله يعني الله وماركس، لأن هم يعتقدون بالله. أجا تكلم
أصدقائه هواي كانوا يخافون منه، أولا أنه في بغداد وخريج أو ما أدري طالب في جامعة كذا، فأصدقائه هواي خوفوني منه، قالوا هذا كلش قوي واقع ونخاف أن يغلبك في الحجة. قلت لا خليك شوف، حتى إذا غلبنا في الحجة نتعلم، الإنسان يجب أن يكون إما عالما أو متعلما، ومو عيب أن الإنسان يتعلم. فجاء وقت اللي جاء أنا ردت أكسره قدام أصدقائي فورا بلا حجة ومباحثة ورواح ومجيء والتفصيل، حتى هالغرور والكبر شوية يروح من مخ. قال له أنت تقول، هو قال ألا أنت تقول الله موجود؟ قلت يا أقول الله موجود. قال شنو دليلك؟ إلي قال. قلت أنت ماذا تقول؟ قال يقول الله مو موجود، وكل صراحة وصلافة. قلت زين، في قصة طويلة قلت أني أختصر في الكلمة من القصة موضع الحجة. قل له زين، الله مو موجود، أنت خلقت نفسك، إلا أن يكون إنسان مجنون يقول له أنا خلقت نفسي، وإذا إنسان مجنون مستحق يودوه إلى مستشفى الأعصاب، وحتى إذا عدى هالشكل جنون أمام أصدقائه ما يتمكن يقول الحج. قال لا. قلت زين، خلقك أبوك وأمك؟ قال يمكن. قلت لا لا يمكن، لأن أبوك وأمك لا 9 أشهر ما يدرون، أنت ولد له بنية، شلون خلقوك؟ صايرة تصنع، النجار يصنع فرد شيء، ما يدري خذ باب له حائط، الإنسان اللي يصنع شيء أن يعرف هذا الشيء، وأبوه وأمه ما يدرون، ذكر، أنثى، جميل، قبيح، طويل، قصير، عيونه مفتحة، أعمى من بطن أمه، أعرج، أشل، صحيح، ما يدرون. قلت زين، أنت ما خلق نفسك، هذا الأول. نأتي إلى الشيء الثاني، أبوك وأمك خالقك؟ قال يمكن. قلت لا لا يمكن. قال شلون؟ قلت أبوك وأمك قلت 9 أشهر ما يدرون أنك شنو أصلا، شلون أبوك وأمك خالقك؟ هو قال إيه لا هم شاف ماكو. كيف طبيعة خلقتك؟ قال إيه طبيعة. هو هذا الحشنا مربوط اللي ملقنيه في الببغاء. قال طبيعة. قال زين طبيعة يعني شنو؟ طبيعة وقبلكم ما يصير، يعني الشمس طبيعة، يعني القمر، يعني الهواء، يعني الماء، يعني شنو الطبيعة؟ طبيعة يعني شنو أصلا؟ طبيعة طبيعة خلقتني، الطبيعة يعني شنو حللها؟ ما يصير كلامه قبل. يقول الفارسي يقول لفظ يقول معناه زي خدامي طلبا، مثلا ما يصير يقول لفظ قوتره. قال لي الطبيعة. قال الطبيعة يعني شنو؟ يعني الشمس، يعني القمر، يعني الماء، يعني الهواء، يعني الأشجار. قال يعني الطبيعة. قلت إيه يعني الطبيعة؟ فهمني الطبيعة يعني شنو؟ ما تمكن يفهم الطبيعة يعني شنو؟ يعني هو بلفظ قوتر واخذها طبيعة. إذا الشمس طبيعة، إذا القمر طبيعة، ما تمكن يقول هذا الأشياء طبيعة. قال الطبيعة. قال يعني الطبيعة شنو؟ فانك نعرف فانك، كونديشن نعرف كونديشن، ساعة نعرف ساعة، زولية نعرف زولية، شمس نعرف شمس، سحاب نعرف سحاب، نجم نعرف نجم، أما الطبيعة أنا شنو؟ وقف، ما أعتقد، خلاص. قلت إذن أبوك وأمك لم يخلقك، أنت لم تخلق نفسك، الطبيعة ليست أصلا شيئا مفهوما حتى تخلقك أو لا تخلقك. هذا الثالث راح، بقي الرابع، خلقك ذات قوية قادرة عالمة فاهمة حكيمة هو الله. شنو أستاذ دليلك؟ وقال فبهت الذي كفر. في 4 كلمات و3 دقائق كل علمه وكل قوته وكل شخصيته توقف. وهذه الأربع الأسئلة إذا توجهها حتى إلى برجنيف ومن وراء برجنيف من فلاسفتهم ما يتمكنوا من الجواب منه. خلاص. وهذا الدليل من 1000 دليل جاء به الإلهيون، هذا دليل واحد من 1000 دليل. لكن المهم أن هنالك وفي ذلك الجانب قوة ومال وكل شيء، في هذا الجانب ضعف وعدم إمكانية، ولهذا هم يتغلبون. خل فرد حرامي يجي الآن هنا لص سارق يشيل فرد كلانشيكوف بيده من هالرشاشات الجديدة، يقول كلكم ارفعوا يدكم، اي واحد ما يرفع يده اضربه، كلنا نرفع يد، مو انا بس، ابو علي سينا بجيبه يرفع يد خوفا منه. كان عندنا في المسيب، مسيب فرد منطقة قريبة من كربلاء، سيدي يعرف القصة وكل الكربلائيين يعرفون القصة.
كان عندي منطقة غريبة من كربلاء 4 فراشة، يعني ما يقارب 20 كيلومتر من كربلاء، يسمى المسيب. إن شاء الله إذا رحت إلى كربلاء، وصلت إلى النهر قبل كربلاء 4 فراشة، أكو عليه جسر سيارات يعبر منها. تذكرون هالقصة هناك؟ هذا هالبلد، بلد فيها مثقفين، فيها حامية عسكرية، فيها ناس كسبة تجار، ناس هي قرية مو بلد كبير. وإذا فرد واحد رقاع، يعني شنو؟ ما أدري في الكويت أكو عندكم رقاع أو ما أكو عندكم رقاع، اللي ركع الأحذية أجلكم الله، رقاع واسمه الشريف حسن الرقاع، حتى إذا في قنوت الوقت تدعو له ودعو له لا تنسى اسمه حسن الرقاع. هذا رقاع شغله. وهذا لما اجوا الشيوعيين المد الاحمر للعراق، هذا صار رئيس المسيب الاعلى، مهازل البشر ومهازل التاريخ ومهازل الاستعمار في الحقيقه. الحاكم والمتصرف، متصرف ما عنده هناك، مدير ناحيه عنده والمدير ناحيه، وكلهم صاروا تحت اللواء هذا الرجل، وهو يحكم ما شاء ويفعل ما يريد. فكل واحد من شيوعي يجيبه، لازم تظهر انك شيوعي، مثل قلت مثل فرد حرامي يجي، ولازم ترفع يدك، إذا ما رفع يدك يزدك. هذا يجيبوه إلى مقر قيادته العسكرية، نعترف بالشيوعية. قسم من الناس يعترفون، خوف، قسم من الناس خوفا يعترفون، وانتهى كل شيء. إذا اعترفت خلص، قول لا إله إلا الله تفلح، قول ماركس خير خلص عند الشيوعيين. قسم من الناس ما يعترفون، يعذبهم. شنو التعذيب؟ تعذيب على انه يضربوا شلاليق، يضربوا راشديات، يضربوا صندات، من هالاقسام من التعذيب المعروف. اللي هذا لا كلش قوي بعد، هذا راسخ في ايمانه ومو مستعد يعترف بالشيوعيه وبان الشيوعيين وماركس هو اله كون، اذا مو مستعد شنو يسوون؟ كان مهيئ فرد طاله راسه مفتوحه كبيره، بطل شيشه قنينه، فهذا يملأها من العقارب، أصدقائه وتلاميذه المثقفون النضاليون، يروحون يجيبوا له من هالعقارب طالع مخليهم. العقرب يبقى في شيشة كم يوم جوعان، مشكلة هذا. هذا يقول مدوا هذا الإمبريالي إلى الأرض، إمبريالية وهالشباب المعروف عندهم هذول، يمدوا على الأرض ويشدون إيده ورجله بالأرض ويتفضل يكب هذا القنين اللي ممتلئ بالعقرب على جسمه هذا هو بعد ما يغلقه القوة. أي واحد الآن يجيبوه هنا يدين يسوي هذا الشيء بخاف منه، شيء طبيعي. أما الكلام في الحجة والمنطق، حسن الرقاع هذا يا سيدي تنسوا اسمه، بعدين ما ظن قتلوه ما أدري شنو صار. حسن الرقاع، عقارب حسن الرقاع صارت مشهورة، محكمة حسن الرقاع حقيقة أسوأ من اليهود، أسوأ من اليهودي، لأن اليهودي مع شعبه ما يسوي هذا الشيء على أقل تقدير. أما فرد واحد مع شعبه وبني جلدته وبني بلده يسوي هذا الشيء، حتى اليهود بالطيف ما شايفين هذا الشيء، ولو هو ماركس يهودي. وهذول كلهم هذول عملاء اليهود في العالم، الماركسيين كلهم عملاء اليهود، لأن ماركس يهودي وأنجلز يهودي ولينين يهودي وكثير من زعمائهم يهود هؤلاء. شاهد في أنه الحجة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحجة مع المؤمنين، لكن مشكلة المؤمنين ما عندهم بناء. مهندس قوي أقوى من كل مهندس لكن ما يصنع، شجاع أقوى من كل شجاع ما يحارب، سباح أحسن من كل سباح ما يسبح. من الواضح أن غيره يتقدم عليه، لأن الإيمان ليس فقط فكرة، الإيمان فكر وعمل. في الأحاديث أكو الإيمان عبارة عن الاعتقاد بالجنان، الجنان يعني القلب، والنطق باللسان، والعمل بالأركان، فنطبق. هذا هو. فإذا تمكنا نحن من تطبيق الإسلام، يصبح أضوية الغربيين والشرقيين أمام ضوئنا مثل الشمعة أمام الشمس. أما إحنا شمسنا مطفية وهم شمعتهم مضاءة،
من الطبيعة أن الناس يلتفون حول شمعة. الآن انظر أنت في صحراء بالليل، وأكو عندك فرق مصباح كلش كبير من هذين اللي شركتيرات ما أدري شو اسمهم الملاعب، لكن هذا انطف فيه. وفرد واحد عنده فرد شمعة من هالشمعات الصغيرة الزيتية وخليها، الناس وقت اللي يريدون يتعشون وين يروحون يتعشون؟ يروحون على شمعتي يتعشون في وضعها. أما أنت أشعل ضياءك كل الناس يلتفون حولها. فنحن من المهم أن نشعل مصباحنا، فإذا أشعلنا مصباحنا كل الناس يلتفون حولنا. كيف نشعل مصباحنا؟ واضح، لازم هذول الشباب القاعدين هنا كلهم مثقفين أو أكثرهم مثقفين أو في سبيل التثقيف، كل واحد يبني بناء. شلون؟ بناء لسان أولا، يعني كل واحد لازم يكون خطيب. فرد واحد من أصدقائنا يقول فرد مرة إحنا إلى مصر في السفينة كنا، اتفاقا كان يوم العيد، يقول فإذا شفت فرد واحد من هذول الشباب قام وجمع هذول وخطب فيهم فرد خطبة حول فلسفة عيد الأضحى، يقول خطب فيهم فرد خطبة من أجمل الخطب. وترد حصل هذا الشيء؟ أبدا. عشان لازم يقوي لسانه حتى يكون خطيبا، حتى في أي مكان أنت تكون تتمكن أن تخطب فيهم. أول الشيء الثاني، تستخدم قلمك، هم يستخدمون أقلامهم، يعني أنت يجب عليك أن تقوي قلمك حتى تتمكن من أن تكون مؤلفا قديرا، تألف كتب وبالملايين توزعها مثل ما هم يوزعون. هم شلون يسوون؟ هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، البناء العملي. البناء العملي يعني شنو؟ يعني مدرسة، يعني مسجد، يعني روضة الأطفال، يعني حسينية، يعني مكتبة، يعني الأشياء اللي تجمع الناس، هذا بناء عملي. صندوق الزواج، صندوق الاستدانة، صندوق الأعمال، وعلى هذا المعنى أنتوا بطبيعة الحال ما تكون صغار، الآن صغار ومو مربوطين بالحياة، لكن لعله ربما أحدكم ارتبط بالحياة وكلكم ترتبطون بالحياة. إذا الإنسان ارتبط بالحياة وبنى لسانا قلما بناء، هل مبادئ الكافر الشرقية والغربية يتوخر من عندنا؟ وإلا هذه المبادئ الموجودة في بلادنا شرقية وغربية، لأن الكفر كله ملة واحدة، يعني أنه قسم من الناس يقولون لا غرب أحسن، الكذب، أبدا مو غرب أحسن، قسم يقولون شرق أحسن، أبدا مو شرق أحسن. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، لا الشرقي يحبك ولا الغربي يحبك أبدا، ومستحيل يحبك الغربيون والشرقيون، وإنما عليك أن تكون أنت نفسك. والمسلمون إذا كونوا أنفسهم يكون لهم العلو، كما قرأنا في هذه الآية المباركة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. السبيل العلمي أبدا ماكو حتى في الحال الحاضر في حال ضعف المسلمين. وأما السبيل العملي، إذا هؤلاء عملوا وأولئك عملوا، هؤلاء عملهم يصير أفرق من عمل أولئك، نفس الشيء. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.